من جرش نجوى كرم تتصدر الترند في الوطن العربي. بعد الاستقبال المميز ده اللي تلقته من جمهورها في الأردن، كان من الطبيعي تطل نجوى كرم ليلة امبارح على مسرح جرش بالإنرجي والحماس ده عشان تقدم حفلها اللي تصدر التشند في عدد من الدول العربية، وكان حديث الجمهور على تويتر. افتكر ناس كتير حفلاتها السابقة على المسرح ده. وللحفل ده اختارت نجوى فستان ابيض من رامزن مميز بالفلور باترن في اسفله بالاضافه للبلت الذهبي. وتفاعل الجمهور كان كبير لما غنت الهيتس اللي اصدرتهم مؤخرا زي ساحر قلوب ومغرومه اتنين. والاكيد انها غنت كمان الكتير من اغانيها القديمه زي عطشانه كتير حلو عاشقة يا بي هيدا حكي. وجمعت مع حدا لحدا مغرومة وروح روحي بمدلي سريعة. والتفاعل بين نجوى والجمهور كان متبادل، خصوصا من خلال الأجواء العفوية والإيقاعية المميزة اللي أضافتها. ومش ممكن ما تغنيش مواويل المميزة اللي وجهت خلالها تحية للمملكة الأردنية. وقبل الأجواء دي كلها افتتحت الحفل ده الفنانة الأردنية زين عوض اللي خطفت الأنظار بالإطلالة الشايني دي من تصميم محمد أبو عبدو بأغنيتها يا ترى تهواني. الأجواء كانت مش عادية، يعني قلبي هيك مبسوطة كتير بالحماس اللي هم فيه، الجمهور كان رائع. والحماس ده كمل مع أدائها العدد من أشهر الأغاني في الوطن العربي زي الهوى لعبد الحليم حافظ، حرمت أحبك لوردة، نسم علينا الهوى الفيروز، الهوى سلطان لجورج وسوف، وأحبك لحسين الجسمي اللي قدمتها وهي بتعزفها على البيانو.